السلام عليكم. قناة كورة كول قناة مختصة بملخصات وأهداف أهم المباريات العالمية. لا تنسى الاشتراك بالقناة. الكرة الذهبية فرانس فوتبول 2017 من نصيب كريستيانو رونالدو. ما هو إحساسك؟ سعيد، سعيد جدا. أنا أعرف أنك سعيد بتلقي هذه الجائزة أمام كل مدينة باريس. يا له من موقع. نعم، تجربة رائعة فعلا، لم أتوقع هذا بالمرة. في الحقيقة أدركت بأن الطقس سيكون باردا، لكن هذا لا يهم، التجربة تتحدث عن نفسها فعلا، أمر رائع. نحن فخورون جدا بتواجدك هنا وأنت تستحق ذلك. تعال معي، تفضل.